بشكركم جدا النهارده تشرفكم الاستوديو استوديو 3 في التلفزيون عشان نقدم مع بعض حلقه جديده من برنامج 10 على 10. سيدات سادتي، بيسعدني النهارده ان شرفنا في الاستوديو في حلقه 10 على 10 الفنان الاستاذ عمر الحريري، الفنانه هاله فاخر. فنانه هاله فاخر، برضو لما اقول الاستاذ عمر الحريري ممكن اقول ضابط مباحث ووكيل نيابه التلفزيون والمسرح والسينما. يعني كتير قوي ده، ما نطلعت على المعاش بقى دايما. لا المعاش ازاي؟ ده لسه ده لسه في مسلسلات وبنتفرج. لا بس مش مباحث. انت بتحب حضرتك بتحب الدور ده قوي؟ حبيته لفتره وبعد كده بقى ما قدرتش، لانه ما بقاش في حاجه يتعمل. خلاص عملت فيه كل حاجه. ما خلاص بقى لازم اعمل حاجه تانية. اقف اتفرج، كل الممثلين زملائي عمالين يمثلوا وانا واقف اتفرج عليهم. قلت لا لازم امثل انا زيهم بقى. ضابط المباحث قال ان دوره بيبقى كمان صغير يعني كدا. كله اسئله وحفظتهم كلهم. خلاص كنت فين الساعه 6 وامبارح الساعه 7 وخلصت بقى. خلاص يعني بس متهيألي ضروري في ظابط مثلا هو الظابط يدخل في الاحداث. الظابط الوحيد اللي متمسك بيه لسه يعني اللي هو احمد عبد السلام في شاهد ما شافش حاجه. صحيح بس هو ده. طب فاكر حاجه منه يا استاذ عمر؟ يعني حوار اهي دي كمان هاله معانا. الله بس هاله بقى تعب لي فتره. بس بقى لها فتره بس مش فاكره منها حاجه. هاله لا طبعا يعني لكن طب نفتكر حاجه. عمر كان بيدخل على عادل ويقول له سرحان كنت فين الساعه 6؟ هي حافظه اكتر مني. طب سنه 47 بتفكرك بايه؟ 47 بتفكرني بساعه ما اتخرجت من المعهد، وكنت سعيد جدا بنفسي اني يعني هقدر اقف على المسرح اللي كل يعني هاوي بيحب يقف عليه. وكان طبعا اسعد وقت اني انا وقفت على مسرح الاوبرا قبل ما تتحرق طبعا. وكنا بقى بنعمل لسه جداد، كنا مجموعه دخلنا من خريج المعهد زملاء بقى فريد شوقي وشكري سرحان وكمال حسين ونبيل الفي وحمدي غيث وكده السبع ونعيم وصفي. طب كويس. تمثيليه هروب بتفكرك بايه؟ لا هروب لا لا دي هروب دي حاجه للتلفزيون. ايوه هي بتفكرني بالتجربة الأولى للإرسال على الهواء في التلفزيون، وكانت التجربة دي بتتعمل في قصر عابدين. كان يمكن أول تمثيلية بتقدم على الهواء مدتها ساعة ونص، وكانت معايا زميلة عزيزة اسمها زهرة العلا، وكان بيخرجها محمود السباع، وكانت بكاميرا واحدة والمدة ساعة ونص وبلا اخطاء طبعا. دي ما بتذكرش في تاريخ التلفزيون لانها ما تسجلتش كانت على الهواء. هلا فاخر، بيقولوا ابن الوز عوام، وكل ما نحاول نشوف المثل ده نلاقيه فعلا صح. يعني هلا فاخر فاخر، يعني بنت الاستاذ الفنان فاخر فاخر. لو تقولي لي برضو اباء وابناء في الفاصل الفني. هو في كتير يا مدام نجوى، في مثلا ياسين اسماعيل ياسين. ايوه في هاله احمد فؤاد. في سوزان عطيه بنت فاطمه. أيوة. سرحان. في ما تغششوني ولا قولي لي حاجه اسفوني. حسين ومودي الامام. احمد السنباطي. لا هو في كتير. انا الحقيقه يعني لما تساليه برضه السؤال ده مش هعرف ارد عليه، لازم برضه اسمع. لازم تسمع حد. حد بس يفتح لنا باب يعني. دينا كيوبا. طب نعمل مسابقه سريعه. نعمل مسابقه سريعه في الفن. مش في الجري. شايف السوري ضيق قوي. انا كنت احب بقى اكبر من كده عشان نجري. المرحله اللي حضرتك ابتديت فيها مشوارك الفني كان في ثلاث مخرجين يعني مشهورين. اول واحد اطلقوا عليه لقب شاعر وراء الكاميرا. الثاني ظهر ونجح جدا واشتهر في الافلام الاستعراضيه. والثالث مخرج كان معظم افلامه كانت مقتبسه عن افلام اجنبيه. تقولي الثلاث مخرجين. شو هو الشاعر اللي وراء الكاميرا ده؟ معروف هو المرحوم عز الدين ذوالفقار. صح. الافلام الاستعراضيه
يعني هو في مجموعة بس يعني يمكن واحد أو اتنين، يعني كان في حسين فوزي كده. التالت اللي هو إيه؟ اللي هو اللي كان كل أفلامه تقريبا مقتبسة من الأفلام الأجنبية. حسن الإمام تقريبا؟ لا 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 هو يعني هو بس الواحد مش عايز يقول، هم كانوا أكترهم بيقتبس الأفلام الأجنبية. أنا مش عايز أقول. لا هو أحمد سالم. لا يا أسطى أحمد سالم يعني هو عمل فيلمين في حياته يعني. الاستوديو انت طبعا اشتغلت كتير مع الاستاذ يوسف وهبي. طبعا الاستاذ كان له استوديو سينمائي تم فيه تصوير فيلم اولاد الذوات. انت تم انشاء الاستوديو ده وكان اسمه ايه؟ هو استاذنا الكبير يوسف وهبي كان الاستوديو اسمه استوديو رمسيس. وده في الثلاثينات يمكن 31 يعني في السنوات دي 31 صح. وحتى في مدينة رمسيس دي كان عاملها عند مسرح البالون دلوقتي. فاكر انا المنطقة دي، انا رحت وانا طفل اتفرجت على مسرحية هناك لانه كان عامل مسرح صيفي كمان هناك. طب كويس. دلوقتي هالة، مدام هالة فاخر، لو تقولي لي بمناسبة فاكر دي، تفتكري اول جملة او اول فيلم مثلتي بتقلي كان قدام بابا استاذ المرحوم فاخر فاخر. أيوة. فاكرة الجملة دي؟ كنت صغيرة قوي قوي. هو مش قوي قوي يعني قوي قوي لغايتين. كان عندي 7 سنين. هو كان كنت انا عامله بنته، والمفروض ان مدام فاتن حمامه كانت بطله الفيلم، وهي جايه تنقذني، فهم افتكروا انها هتوقعني في الترعه، فبيطلعوا عليها هم كمجموعه الفلاحين وهي بنت الباشا، فبيقول لها انت كنت هتغرقي بنتي، فانا بجري بقول له لا يابا دي هي اللي نجتني. كويس اللي افتكرتها. يعني رفع سنك صوتك شويه كده. لا يابا دي هي اللي نجتني كده زي زمان يعني. زي زمان. لا يابا هي اللي نجتني. انا بقول كده ليه، انا عايزه ايه يعني اشجعها شويه، لان هالة فاخر عندها يعني ميزة أو إمكانية التقليد، شطرة قوي في التقليد. يعني لو هي كانت ثابت نفسها في المجال ده كانت ممكن تبقى يعني ها؟ مش كده هلا؟ جالك دور طفلة في الإذاعة، طفلة كانت بعيدة عن باباها ومامتها وتربت بعيد، وجات شافت باباها ومامتها وفرحانة قوي باللقاء ده، وعايزة تطلب طلبات وعايزة تتفسح، وانت في الإذاعة دلوقتي وعندك 10 سنين، لان مش لاقين البنت اللي تعمل الدور ده، وجابوا هالة فاخر عشان تعمل الدور ده.